خويا حنا فرحانين اللي رضينا مدينه طنجه الالقاب، وكنتمنى الجمهور يستمتع بهذا اللقب، وان شاء الله مازال الخير زي القدام. يبقاو يجيو ديما يشجعونا باش نبقاو ديما نفرحوهم. شوفوا اخويا ديجا بصح بيان جوي او فيس، بيان جوي او فيس، فيليستاسيون ا او. وحنايا اون ا ترافايي تو لو موا باش نبقاو بريباريو واش نديرو في هذاك الماتش، وجدنا مزيان صراحه. وشكرا للجمهور، وشكرا بزاف، راه كنشكركم بزاف. بلاهم يمكن ما نديروش هذا الشيء. المباراه يعني تلعبت من الدقائق الاولى، عرفنا كيفاش نسيروا هذه المباراه. يعني كنا فايزين من الاول لاخر، اللاعبين كانوا في المستوى، كانوا رجال كما طلبت منهم. يعني حتى لي ديريكتيف كانوا اللاعبين كانوا مسنطينهم، ودرنا جيم كبير والحمد لله. ومبروك للاتحاد، ومبروك لهذا البيبليك هذايا، اتحاد طنجة ومدينة طنجة والجمهور الطنجاوي. أنا آخر واحد اللي دار لقب اتحاد طنجة. حنا رجعنا بقوة باش نعزوا المدينة، نعطيوها هذه الألقاب ديالها اللي كتستاهل. كنشكرهم بزاف، وهذا الكأس كنهديوه لهم ليلهم. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.